بعد كده ما تعرفنا على أحوال الطقس، تعالوا بينا نعرف أسعار العملات وأسعار الذهب، ونبتديها مع بعض بالعملات. وهنبتدي بالدولار الأمريكي، سعر الشراء 15 جنيه 64 قرش، أما بيع 15 جنيه 74 قرش. يورو شراء 17 جنيه 61 قرش، بيع 17 جنيه 81 قرش. جنيه استرليني شراء 20 جنيه 67 قرش، أما بيع 20 جنيه 87 قرش. ريال سعودي شراء 4 جنيه و18 قرش، أما بيع 4 جنيه و19 قرش. دينار كويتي شراء 49 جنيه 21 قرش، أما البيع 52 جنيه وقرش. أما كمان بالنسبة لأسعار الذهب في عيار 18، سجل النهاردة 673 جنيه، واستقر عيار 21 عند 785 جنيه، أما عيار 24 فسجل النهاردة 897 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب فسجل 6280 جنيه.